يلي حلمه أكبر منه بكذبة صغيرة بيوهم كل الناس، يلي بيقدر يضحك غصبا عنه بيربح كل لما عيدك من عزبك معنا شوي، بس نزل لي على باب الفرع لقدام شوي. الله يخليك. كتر خيرك معلم، عزبناك معنا. بكره بيكون عندك حساب بالمكتب ان شاء الله. بسيطة. يعطيك العافية معلم. اسمي مسعود، بدي اشوف المساعد اذا بتريد عباس محمد. مساعد عباس والله ضيف لعنده. يلا ماشي. شكرا. يعطيك العافية. معلم لا تحس بدمك. الله وكيلك عم يقولوا انه مرتبط بالمخابرات، والا كيف تاركين له سيارته قدام مديرية ليل نهار عم يبيع ويشتري ويكتب تقارير؟ والله ولا بالافلام بتصير. إذا بدك رأيي اضحك بعباك، الأرض صارت باسمنا. معك حق. أروح شغلك. روح. لك أحلى أبو سعود والله. على راسي يا جار. أنا ماني مصدق إنك جاي لعندي هون على الفرع وتتغدى معي فروج بروستين. معلم معيتك. بدي أطلب منك طلعة. أبشر. بدي أشحت سيارتك. لأيمتى بدك إياها؟ بدي اياها اليوم يعني المسؤوليات. انت ايمت بتخلص من وقتها؟ انا الساعه 8 مساء بكون خالص. 8 الا 5 بكون صافف لك السياره على باب الفرع. بدي اطلع انا بليله هيك نقضي لنا كم مشوار. ايه شو عليه؟ لك احلى ابو سعود عمي. عشت يا جار. بس وينك؟ دير بالك على ليلى. الله وكيلك ليلى مرة ادميه وما في منها.
مرحبا ليلى. وينك؟ شو عم تعملي؟ آسف آسف، حقك علي. خلاص آسف. بقي خلصنا. ماشي. لا لأني عم بحكي على زفر. ايه وينك؟ ضبي شوية أواعي. اليوم ما راح ننام بالبيت. جاي آخذك. بعد ثلث ساعة بكون عندك. مع السلامة. في حجز باسمي لشخصين عندكم هون بالاوتيل، ممكن تاكدي لي بس اذا بتريدي؟ هوية اذا بتريد. هاي جواز السفر. متزوجين حضرتكم؟ ايه متزوجين. عقد الزواج لو سمحت. يا على عيني. توقعلي هون إذا بتريد برقم موبايلك. تفضلي. شكرا كثير. سلمي. هاي لي. الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديك. ممكن تفهمني شو عم يصير؟ ممكن هلا تخرسي وتسدي نيعك شوي وتستمتعي بهالفخامة والمناظر وهالزفة وشهر العسل الجديد. شو قلت؟ تخرسي. فراس، تعا ماما هلا بيبرد الاكل. يلا جاي. راح اموت من الجوع. حنان لسا ما رجعت من الشغل. وينو بابا؟ ابوك عنده جلسه غسيل اليوم. شو اليوم؟ مو على اساس خميس؟ كانت الخميس الماضي واجلوا له اياها لليوم. ليش ما قال لي؟ ليش ما قال لي؟ اذا حضرتك نسيان انه خميس، هو ما بده حدا يروح معه، لا انت ولا مسعود. شوفوا شو عاملين معه انتوا الاثنين. نحن ما عملنا شيء وما في داعي يعاقبنا بطريقه سخيفه. شو؟ صار قلة الأدب موضة هالأيام. آسف أمي ما قصدي، بس يا ريت تفهمي أنه صار عمري 30 سنة ما عادني ولا صغير أنا. بس يجي أنتوا احكوا معه، افهم منه وفهمنا. ما بدي أفهم شيء، خلص ما بدي أحكي، بدي أروح خلص، أنا ما عادني ولا صغير. لك تعال هون عود، ما في داعي تطلع من البيت زعلان. بدي أروح خلص، ما بقى ما عادني ولا صغير أنا. لا لا ايه نسيت شغلي. مسعود هدول كمان
نفس الشيء عندي. مسعود الحل يستر عرضك في راس وعك تطلع من البيت اليوم. ها وينك اليوم؟ نضب بكره الساعه 8 الصبح ملتقى قدام البنك. مسعود بدي اقول لك على شغله ثانيه. خير شو في؟ خلص خلص ما في مشكله. بعدين لك ليش هيك بتساوي فيني؟ احكي لك بني ادم احكي، انا مو ناقص قلق. لا لا موضوع عائلي. روم سيرفيس. شو كل هاد؟ عشا خمس نجوم. مو حابة تعيشي أجواء الخمس نجوم؟ من لك كل هالمصاري؟ يخرب بيت قلب النسوة. ولك دغري هالسؤال، منين المصاري؟ شو بدك بهالقصة؟ المهم تنبسطي. سطيت على بنك منيح هيك؟ ارتحتي؟ ما معي غير ربع ساعة بدي رجع للسيارة لعباس. تعي سحبي معي هالطريزينة خلينا ناكل. يلا عم تدور عندي على براءة لك مني؟ ليش دايما عندك احساس انك مجرم؟ انت محسسني طول عمرك بتحكي عن احترام الاختلاف بوجهات النظر. باول مره بنختلف معك بوجهات نظرنا بديننا وبتحكم علينا. نحن شو عملنا؟ عن جد عندك رغبة تسمع؟ ايه طبعا. يا ريت تتأجلوا هالحديث لبكره. خلص بابا خلص ارتاح. هلا بعدين نحكي، بعدين نحكي. ارجوك ارجوك فكر فينا كبشر مو كآلهة. ابو زهير، نحن من حقنا نغلط ومن حقنا نتعلم من غلطنا. تصبح على خير. معلم صار الصبح لا حدا لا طلع ولا دخل على الحرم. معناتها خليكم عندكم للساعة 9 وبعدين تبعوا المعمل. يلا حط لك تفطر. Thank you.
هدول 200 ألف قمتن على جنب لحتى نتشبرق فيهم، وهدول حصلات. كلها 500 ألف حصتي أنا، ولك حصتك نص المبلغ، يعني 2,400,000. شبك ليش هيك فقري؟ خود خود معلمنا، نفتح حسابين عندك ولا هني؟ هني عند الأسس. يلا على رأسي، بس المصاري بالدوام. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. نفذت تعليماتك معلم، تفضل. يسلموا الايدين. بالليل لا تنسى موعدنا. قولك انا بامرك، بدي امشي وراك حتى لو بدي انخرب بيتي. يلا السلام عليكم. خاطرك فروسي؟ الله معك. العافيه طعنا لو سمحت معلم. سكرنا اليوم، خليها لغير نهار. الله يعطيك العافيه. خليها الله يعافيك. ماني فاهمان شو بدك تعمل، بس حاسس انه بدك تخبص لك شيء خاصه كبيره، مو بدك تخبص مو؟ لك بطل جبان يا زلمه، شبك شو قصتك؟ لك لي له عمر ما بتغلبه الشده، شبنا؟ ماني ندمان غير على شيء واحد بس. شو هو بقى؟ ما دفعنا له هالواطي 10 ملايين بدل 5. يلا انا تاخرت، باي. توكل على الله. يا الله. شبكي؟ والله ما بعرف يا ميسا. الظاهر انا ماني متوازنه. والله هلا ما عم بعرف شو عم يصير معك. سعود بده يرجع لي؟ كثير منيح. وين المشكلة؟ المشكلة انه ما بده يرجع لي. وانتي شو؟ انا عم بستنى يرجع يفتح معي الموضوع مرة ثانية لحتى وافق على كل الشروط، وهذا ابسط شيء ممكن يصير مع اسخف مرة بالعالم. لازم تقولي لي شو صار بيناتكم بالضبط لما اتصل فيكي تليفون. مش عبالي هلا بعدين. اطلب لنا قهوة. قول مسعود، أنا بقدر أسمعك. ما بدي تسمعني يا أخي، الشغلة أكبر من معاملة، بدها الأستاذ حسان شخصياً. قسما بالله رح تجنني. من وين جاي قوة هالقلب انت؟ من الحق لك اخي، من الحق. بتبلغه اذا ما رد لي خبر قبل الساعة 2 او شافني رح يدفع الثمن غالي كتير. ها، وفي ناس مترصدينه. احكي معه وخبرني، انا ناطر بالمكتب. شبك؟ مو على اساس رح ترجعي لجوزك؟ ما اتفقنا. جاي. معروض بالنيابة العامة طويل عريض أطول مني. اتهمهم لهدول اللي واقفين قدام بيتي وبيت شريكي بالشروع بالقتل، ورح يجيبوهم لأني رح أعطيهم أسماء واحد واحد، ورح يجيبوا صاحب السيارة. لك أنت منين طلعت لي؟ جني مصور؟ شو بدك؟ أنا اللي شو بدي ولا أنت اللي شو بدك؟ شوف، أنا جدي بكل كلمة عم بحكيها، حياتي مانا لعبة. ايه خلاص خلاص، يلا حل عنا حل. روح جيب لنا قهوة انا ومعلمك.
لحتى نشرب قهوة ونطلع من هون أصحاب وحبايب أو نطلع أعداء. أنت بتختار. إذا طلعنا أعداء المحامي تبعي رح يروح على أقرب محضر للمعمل تبعك ويشتكي ويكتب ضبط. طب انت وكل رجالك حيوانات وبهايم واغبياء ولعبتك هن عم بعيونك شو ذا؟ خلص عيب؟ استاذ حسان هذا عيب؟ وبهايم شوفوا لا انا ماني عم بلعب معك. اذا بتحرك وسايطك بالبلد كلها رح اشتكي عليك وما رح تقدر تحرك شعرك براسي. بعتت سيارة تراقبني، شافوني فايت على الفرع. المفروض تلف ديلك وتسكت أو تكمل تشوفني لوين فتت بالفرع، بأي مكتب قعدت، مع مين حكيت، مو تبعت لي شوية جحاش يوقفوا قدام باب بيتي وبيت شريكي. فكر حالك عم تراقبني؟ نحن اللي عم نراقبك ومنعرف إيمت عطست وإيمت نكشت أدانك وإيمت حكيت راسك. نعرف شو عملت مع شريكك القديم ياسر ومع أخوك حمودي. فهم البلد فيها قانون، المافيا ترتيب تاني، أنت ما بتفهم. سلام. لك امسكوا امسكوا امسكوا. سعود سعود طول بالك، شبك جنيت خلص فوق. نور يا نور. جيبينا مين سادة للحلوين والحلوين. هذا الأستاذ. أمرني. ما يأمر عليك ظالم. أولا موضوع الأرض بتشيله من بالك بتنساه تماما وكأن شيئا لم يكن. ثانيا أنا بتنساني تماما وبتفتح قلبك للخير. إذا بتحب تتعامل معي ونشتغل سوا بتتعامل معي بتعامل الند للند، مو كأني صانع عندك تقعد تتأمر علي. آخ لو عندي واحد مثلك لك مسعود كنت حكمت الصناعة السورية كلها. شفت هلا ما أحلاك؟ هي صرت كلي تحت أمرك. أنا رح أحاول أنسى والمصاري مسامح فيه ورح نفتح صفحة جديدة. ما دامك نسيت انا كمان رح انسى. وصافي يا لبن رح تجهز لي حالك حسان بيك. رح افتح مكتبي تبع التخليص الجملكي براس الشهر الجاي وانت على راس قائمه المدعوين. شبنا نحن بيناتنا تزوير وحلفان يمين باطل، يعني اكثر من الخبز والملح. والله الشيء اللي عم تعمله يا مسعود مو قليل بنوب. انا ما بكرهك، انت واحد فلته، وإذا ما تمنيتك رفيق رح أتمناك عدو لحتى أتعلم منك حلو الكلام. كتير حلو الكلام. أستاذ حسان بتعرف حضرتك دايماً بأول الطلوع لازم ندعس بنزين زيادة، لبعد أول تلة أو تاني تلة ممكن نوقف نرتاح شوي ندخن لنا سيجارة نعيد حساباتنا نشوف شو ربحنا وشو خسرنا. ونحن هلأ بأول الطلوع لازم ندعس عالصاجة لحتى ما نحلس. شو تأخرت لهوة؟ إنه ما بتعرفي تجيب الفاصوليا مقطعة جاهزة يعني. حبيبي لازمك أي شيء يجيب لك معي وأنا راجع. لا سلامتك. الله يسلمك. باي. سلام. يخز العين، شو هالتهذيب هذا؟ يمكن حس اني انا مستقلعه وما عاد سائله عن شيء. كلها معارك. لك نحن بهايم، اول واحد شفناه بخلقتنا وحبيناه طبصنا فيه وتجوزنا انقبرنا على قامتنا. ما بتعرفي يمكن لو استنينا شوي ما كان حدا رضي يتجوزنا. دخيلك على المؤسسة الفاشلة. بتصدقيني هلأ ماني مصدقة كل شيء عم يصير معنا؟ بتعرفي لك ليلى؟ أنا بقعد بصفهم بيني وبين حالي، وين راحت طموحاتي؟ لك أنا كانت أمنيتي إني أكون كاتبة
وكل عمري مولعة بالكتب، وهلا بطبخ بالليل لحتى يتزهرم بالنهار. جيبيها مقطعة توفري وقت من سوق التنابل. أيوة أيوة مين؟ لا تفتح البطيخ لك يا أبو النور. أهلين أبو السعود. أهلين سهلا سعود، حيث في ناس، تفضلوا فوتوا فوتوا. لا إن شاء الله غير مرة. شري شو هدول؟ هدول تعبتك معنا. بس والله كتار. لا مو كتار، انت بتستاهل اكتر من هيك بكتير. بدك شيء؟ لك تفضلوا فوتوا فوتوا. خلص غير مرة. لا فوتوا. لك يعلو لقلبك، عليته لقلبي. يحكي لك كلمة فراق. يعلو لقلبك، عليت قلبه. خلص غير مرة. سلام. طيب فنجان قهوة. وجع. كاسة شاي. يا سلام يا سلام. منى منى، ما قلتي لي بدك تغيري التلفزيون؟ تفضلي. من وين هدول؟ هدول رزقه من عند الله. والله وما ضلت لك بالقفص يا ابو السعود. الله يرزقك. يا سلام يا سلام. تفضلي تفضلي. الله يزيد فضلك، ان شاء الله ما عذبك على قلبي احلى من العسل. بتقبر قلبي. يا تيتي. اخ. والله ماني عارفاني. قلقانه كثير. مسعود بيرجع على البيت، بيفوت على اوضته، بيتسطح، بيتقلب 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 بيتقلب، وبعدين بيقوم وسري مري من اوضته لارض دياره، ومن ارض ديار لاوضته. والله يا اخي ابو زهير، لا عم تغمض له عين، ولا عم يهدى، ولا عم يرتاح. ماني عارفاني شو اللي منغص له عيشته. والله ما حدا بيقدر يجاوبك غير ابو زهير. الاولاد عندهم شغل كثير، الله يوفقهم. أكيد اطمن أخي أبو زهير. اطمني اطمني، إن شاء الله ما بصير غيرك الخير. أختي ولادنا حطوا أجرهم بالمجهول، عكسنا نحن ما حطينا أجرنا إلا على كل معلوم. والله ما فهمت عليه. خالته لا تقلقي، مسعود وفراس عم يعملوا بزنس كتير كبير، حقهم يقلقوا، لازم نحن بس ندعي لهم الله يوفقهم. آمين يا رب العالمين، الله يحميهم بحق محمد ويسوع وكل الأنبياء والأولياء الصالحين. لك شو مناسبة البزخ يا شباب؟ مغيرين حلاسكم شاي. عم نحتفل بالدنيا، مبسوطين، وعم نحتفل بوجودنا معك. صحتك. صحتك. صحتك يا حلو. ما بعرف ليش صار لي فترة ما عم صدقك. لا أنا أكتر شي بيخوفني بالدنيا إنه صديقي اللي مثلك يبطل يصدقني. ليش أنا بشغله تطلع حتى ما عم تصدقني؟ حاسس كأنك بدك تطلب مني شي طلب. لا، ليش أنا إذا بدي أطلب منك طلب بحاجة لمقدمات؟ أبدا، بس بكرا انطور تليفوني على 11-12، بحضر لك مفاجأة لا تقدر بثمن. إن شاء الله مفكرني ما عم راقب كل تحركاتك وبعرف شو عم يصير معك. الله يجيرنا من مفاجآتك. انتظريني لحتى خلص، خلي الموبايل جنبك. لا ما بقول لك شو مفكرني قدامك. شو بابا ما بدك تنامي؟ عم بستنى تليفون مسعود. بدك ترجعي له؟ مو لشوفه هو بالاول اذا بده يرجعني ولا لا. ليك يا بابا، اذا بدك ترجعي له فعلا لا تخليه يدخل الا من الباب، لأنه إذا بده يرجعك بده ينتقم منك ويزلك. هاد مثل أمك، لا بينسى ولا بيسامح. بابا أنت طالما رجعتي للبيت لازم تحس بحسابي، يعني برات البيت ما بتنامي بلا ما تاخدي إذن مني. صباح على خير. صار مهيار؟ أحسن نايم. ليش ما أجيتوا صورتم هون مبارح؟ مشتاقت لهم كتير.
والله هن هيك قرروا. يلا ستي المرة الجاية بعزمهم كلياتهم اللي عندي على البيت، وتحديدا بيت ابو زهير. دخلك؟ شو عاد صار بين مسعود وليلى؟ والله ما بعرف. هدول مثل الجدبان، يوم بده يرجع ويوم ما بده. شفتها لليلى من يومين؟ فظيعين النسوان شلون بيهروا بسرعة. كبرانة ما هيك؟ هو زغران أو يان كتير صاير وحش حقيقي، مشان هيك ما رح يرجع لها. ما بتعرفي هذا مو عرفان راسه من رجلي، بالليل بيكون شيء والصبح بيكون شيء. ما بتعرف. اجت السيارة. حقك علي، تقلت امبارح. إذا ارتفعت حرارته المعيار أو تعب خبريني عالشغل بيجي. خاطرك. عم بتروح وين عم تجي ما بعرف. لك امي الله يرضى عليك اتصل تليفون خبرني طمني عنك. ليش من امتى بتخافي علي يا مسعود؟ الله يسامحك يا مسعود، انا من يوم يومي بخاف عليك. لا وصرت خاف عليك اكثر من وقت اللي صار عندك ولد. الله يرضى عليك امي، حل الامور مع مرتك. والله اذا بتدور الدنيا كلها ما بتلاقي بضفره. ناوليني على الخبز من عندك امي. تاكل بيض مقلي بابا؟ اذا كان احد خليني اكل روح. ايه حضرته انا. تهنب لقمه. تركت لك 10,000 ورقه بالحساب عند نفساني. شو هالبعثه لك امي؟ 10,000 فوق خزانه التلفزيون، 10 عند ابو ثاني. مسعود منين كل هالمصاري؟ قل لي. ولا اي مصاري لك امي؟ كيف لو تشوفي المصاري عن حق وحقيقي؟ طالما الشغل ماشي صرفي، لا تسألي عن شيء. بحترق لك شوي. وبالنسبة لسيرة ليلى الله يخليكي، لا عاد تفتحي لي اياها. إذا بدنا نرجع لبعضنا البعض بتلاقينا داخلين من الباب. غير هيك لا تناقشيني. هيك الواحد إذا صار معه قرشين بصير بيتأمر على العالم؟ مالك ملاحظ إنك لما بدك مني شغلة عم تأمرني أمر؟ مرحبا. اهلين مسعود. شو هالزبون متسنين جايبوه؟ هلا شو بدك بهالعلك المصدي؟ شو دخلك بهالقصص انت؟ قل لي نشوف عنوان قاسم بتعرفه؟ مين قاسم؟ ولك هذا الشاب الصغير اللي كان يشتغل عندكم وقلعه معلمك. شو جابه على بالك هلا؟ ابو منير اتهمه بسرقه وطلع حرامي، ولد ازعل. هلا شو بدك بكتر هلات؟ قل لي عنوانه ونقطه. بتذكر بالحجر الاسود يمكن جنب الحاوز وابوه بلم خردم بالزباله. مشي. مسعود شلونك؟ شلونك المدير؟ الله يرضى عليك. هذا المدير. امتى بده يضل متنح وركبان راسه؟ ما لي اياه شي اسبوع الثلاثي. الخميس اللي بعد الجاي ابو صلاح عامل حفله بمزرعته بمناسبه طهور ابنه. وقتها بحل لك اياها ان شاء الله. ماشي؟ يلا ماشي، اسبوعين ما رح يغنونا. سلام. الله معك. ان شاء الله بتصرفهم بالهنا. الله يهنيك. ان شاء الله مبارك. الله يخليك. وقع لنا بس زبطي ان شاء الله. الف مبروك لك. الله يبارك فيك. بعد اذنكم. ان شاء الله الف مبروك عمي. الله يسلمك. حقها تمام ان شاء الله. بكره الساعه 9 قدام السجل العقاري. جاهز الفراغ ان شاء الله. ان شاء الله. يلا معلم، بس بدنا منك معيتك.
تبعت لنا الله يخليك واحد يزبط لنا الاقفال يغير لنا اياهم كلياتهم. ايه امرك على راسي. ان شاء الله الف مبروك. الله يخليك. الله يبارك فيك. اتكل على الله. الو اهلين. انا 10 دقائق وبخلص شغلي. طيب شو فيني اقول؟ ولا شيء. ما بعرف بكره شو بصير. يعني انت بتعرف انه طلعتي من البيت صعبه ودائما بدي احط مقدمات واعذار. مو مشكله. اعتذر عن الموعد. كأنه هي تاني مرة. بس يبدو إحساسي رح يزبط هالمرة. ولا يهمك. هلا أحلى غدا من إيدين خالتي المزور. ألو؟ إيه أبو سعود؟ كيفك؟ اشتقت لك. شو مشان هيك نشوفك تتغدى عنا اليوم؟ بانتظارك. يلا باي. قومي. ببساطة وبحركة تسلل الوحدة بعملت هيك بصير عندنا مكتب. ها؟ يعني الشغلة كتير سهلة المصاري. تجمع هون هيك ببساطة الواحد بجيب ملايين؟ لا مو سهلة. سهلة سهلة إذا قررنا نروح بالأمور على الآخر. مثلا بدك تسبحي لآخر النهر مع التيار طبعا وبشروط النهر. نورينا الملح في زيت؟ ملح وزيت. ملح. يا الله شو كنت بحب هالصورة. شو كنت أحلم إنه نرجع أنا وياك من الشغل تعبانين. أنا عم نساوي الغداء. أنا تجاذب أطراف الحديث. عصر. بعدين بتحكي وبتحكي وبس تتخلص ترجع بتحكي واللي مقابلك عم يعمل لك رياكشنات. عكرونة هو اللي صار معنا يا عمي. غريب ومفاجئ. وين الغرابة إذا كنت حضرتك العراب ومهندس الصفقات المشبوهة؟ أبو زهير أنا 10 سنين معقب معاملات بالمالية وكاتب بالمحاكم ولهلأ لهلأ بتفاجأ بالظلم. ما لك مصدقني؟ وين الأكل؟ جاهز جاهز. ما يلا تفضل تفضل.
ولا شيء. ما بصير بدك تاكل. مالي حسنان امي، رأتي عم توجعني شوي. بس كبلان، تفضل يا جماعه. كلي حبيبتي كلي، لا تخجلي، مسعود ابننا ومثابة اخوها لحنا. عم باكل خالي، مالي خجلانة. وايمتى رح تتجوزي؟ بكفي لك سنة خطبة. شكلي ما رح اتجوز بالمرة، خلافات كبيرة بيني وبين سامر، كل مالها عم بتزيد أكثر. إذا هيك فكي، أحسن ما تتورطي. المشكلة القرار مو بإيدي. وأنت مسعود، لأمتى رح يضل هاني بينك وبين أمي؟ لحتى الله يفرجها. شبك اليوم ليش هيك فاتحة ملفات حساسة على الغداء؟ عم بتطمن عليه، والماما كمان عم تشتكي، ما في حل. شو الحل؟ إذا أمه ما بدها إياه وأنا ما فيني خليه معي أو أخده معي على الشغل خصوصي بهالفترة، شو الحل؟ شبك مسعود؟ ما بعرفك غليظ هيك. كتر خيرك وصلت الرسالة. ما بدك تشوف مكتبنا عمي؟ ما بدي أشوف شيء أصلاً، ماني قدران، حاس حالي تعبان بهالكم يوم، ماني مصدق الله ايمتى تخلص معاملة التقاعد. ايه على راحتك، انا راح اغلي فنجان قهوة بإذن. شبك مسعود؟ ليش هيك عم تجذبها؟ هبة بدها تترك خطيبة، حلوة ومهضومة وظريفة، شو بها؟ حنون، انا بالنسبة لي هي مواضيع مؤجلة، هن لاني بوارد خطبة ولا جواز ولا قصص حب، هذا بالنسبة لي وقت الشغل وجمع المصاري، فهمتي؟ تصطفي، انت الخسران، بساوي لك القهوة ولا انت بتساويها؟ شو واقفة عم تتفرجي؟ تعي اعمليها. حاضر.